مرحبا بكم. خمسة أشياء سخيفة يقوم بشرائها الأغنياء. أثناء بحث العديد منا على العروض الثمينة، يوجد على الطرف الآخر أشخاص لا يريدون معرفة هذه الكلمة، فبفضل وسائل الإعلام سمحت لنا أن نتعرف على الثراء الذي يعيش فيه هؤلاء الأغنياء. فجميعنا يمتلك رغبة العيش في رفاهية، ولكن عندما نتحدث عن الأشخاص الأغنياء فبالطبع سنجد أشياء جنونية يقومون بشرائها. لهذا السبب سنقدم لكم خمسة أشياء سخيفة قام بشرائها الأغنياء. فلنبدأ. خامسا، لعبة بنك الحظ، أو كما يطلق عليها بالإنجليزية مونوبولي. فجميعنا قضى أياما عديدة مع عائلته في لعب هذه اللعبة الرائعة. تلك اللعبة تتكون من لوح ورقي ونرد، بالإضافة إلى نقود مزورة. والمسلي في هذا الموضوع أننا نعتقد أن هذه حقيقة، ولكن لعبة بنك الحظ هنا ليست عبارة عن لعبة، بل العكس، فقد حصل عليها مليونير بقيمة 2 مليون دولار. فهي نموذج فريد صنعه إحدى صانعي المجوهرات في سان فرانسيسكو في عام 1988 ميلاديا. تم إطلاء هذه النسخة الخاصة بذهب من عيار 18 قيراط، وبالطبع جميع النماذج التي يلعب بها تكون حقيقة. رابعا، طائرة ترامب. بالطبع لن تخلو قائمتنا من هذا الرجل المثير للضحك دائما، لأنه واحد من أكثر الأشخاص رفاهية في العالم. فعادة الأشخاص الناجحين يرغبون في امتلاك طائرة خاصة لأنها تكون أكثر راحة لهم، ولكن عندما نتحدث عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، نراه أنه قد أنفق أكثر من 100 مليون دولار لشراء طائرته الخاصة، مطلية بالذهب ومزودة بأحدث التقنيات الحديثة في العالم. فتذهب تلك الرفاهية السخيفة إلى الجحيم. ثالثا، قرية بالملايين. ماذا ستفعل إذا كنت تمتلك 20 مليون دولار؟ فجميعنا يحلم بامتلاك هذا المبلغ يوما ما، فبإمكاننا عمل أشياء كثيرة، بداية من بناء مسجد جديد للعودة إلى عالم الرفاهية. ولكن عندما تكون غنيا مثل هذه السيدة كيم باسنجر، فقد أنفقت 20 مليون دولار في قرية براسلتون بجورجيا، المكان الذي ولدت به، قضت قرابة سنة ونصف للتفاوض على شرائه، وفي النهاية استطاعت شرائها. ولكن لكي أكون صريحا معكم، فهي أرادت أن يكون لها ذكرة عظيمة في قريتها، لهذا أنفقت الملايين من الدولارات. والجميل في هذا الموضوع أنها قررت العيش في هذه القرية. ثانيا، حمام فاخر. من منا لا يرغب أثناء عودته إلى المنزل بعد يوم طويل في عمله ويجد هذا الحمام الرائع للاستمتاع به؟ جميعنا يعرف مايك تايسون الملاكم الأمريكي المشهور بحادثته عندما قام بقضم أذن خصمه. فهذا الرجل يمتلك الكثير من المال جعله يشتري حماما ذهبيا، فبعد انتهائه من تمرينه الرياضي يكون لديه الفرصة للاستمتاع بهذا الحمام الفاخر الذي يقدر ب 2 مليون دولار. فهؤلاء الأغنياء لا يعرفوا في ماذا ينفقون نقودهم. 1. الماس سائل. يوجد أشخاص عديدة في هذا الكون غير مسموح لهم بشراء الماء في زجاجة، وبالرغم من أن هذا إلا أنه توجد أشخاص تدفع مبالغ طائلة في هذا. فقام الفنان فرندوز ألتمينرو باختراع فكرة صناعة الزجاجة تقدر بنحو 60,000 دولار، ومياه هذه الزجاجة مأخوذة من فرنسا وجزر فيه بالهند. وإذا نظرنا إلى تصميم الزجاجة نجدها أنها عمل فني ومطلية بذهب عيار 24 قيراط، وبالطبع من يقدر على شرائها غير